أعلن العميد الركن بحري علاء عبد الله سيادي قائد خفر السواحل أن السلطات القطرية قامت خلال اليومين الماضيين باحتجاز 3 قوارب بحرينية على متنها 16 بحارا، ليرتفع بذلك عدد القوارب التي تحتجزها إلى 15 قاربا، بالإضافة إلى 20 بحارا، منوها إلى أن احتجاز بعض هذه القوارب يعود إلى العام 2009. وأكد قائد خفر السواحل ضرورة الالتزام باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن وفق ما تقضي به المعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، منوها إلى أن قيادة خفر السواحل تتابع إجراءاتها اللازمة للإفراج عن القوارب والبحارة المذكورين.